قولك ايه يا نعم؟ اطلعي بره بيتي بدل ما اوريكي ساره مكاتب المعلمه هتعمل فيكي ايه؟ اوعي ايدك كده. يلا صلاح نروح بيتنا. يلا روح بيتنا. طلقها دلوقتي ولا هنسى كل حاجة. لكن مفيش حاجة حصلت. هزعل شوية بس والله العظيم هنسى. أنا عارفة إن هي اللي وقعتك. أنا عارفاها. أنت مستحيل تعمل كده من دماغك. أنت بتحبني زي ما بحبك. صح؟ مستحيل تعمل كده من دماغك. لا يا نعمة. أنا عملت كده من دماغي. وأنا مش عيل صغير بريال عشان حد يوقعني ولا يضحك عليا، لا. أنا كبير وغني ومعايا ملايين كتير. أتجوز مرة واتنين وتلاتة وأربعة كمان. أنا حر. أنا غني يا نعمة. تعالى نروح نتكلم في البيت. يلا يا صلاة. يلا كان بكلامنا في بيتنا. يلا. لا يا نعمة. أنت هتروحي لوحدك، أنا هقعد هنا مع مراتي التانية. آه. هي مراتي على فكرة وليها فيا زي ما انت ليكي بالظبط. عشان خاطري، عشان خاطري يا صلاة تعالى وصلني. طيب اصل انا مشيت عربيتي، هتسيبني اروح لوحدي يا صلاة؟ مدهوري تروحي بقى، ولا انتي ما عندكيش دم؟ مشاها بره بيتي، ما تخلينيش اشوف خلقتك هنا تاني. اكسفها، روح معايا واكسفها. طب رد على طردها ليا. طيب دي مراتي، دي نعمة. هي كمان مراتي على فكرة زي ما انتي مراتي. وبعدين انتي اللي غلطتي فيها الأول وفي بيتها. يا حبيبتي متجوزاك عشان الفلوس اللي جاتلك. تصدقت بجد انها وقع فيك عشان سواد عيونك؟